إذا بقى بتحكي معي بهالطريقة، لو أرجيك شي ما يعجبك، فهمت؟ ليش أنت لسانك الزفت بيخلي الواحد في عقل؟ أنا لساني زفت يا سيد سامر؟ وستين مليون زفت؟ إن شاء الله مفكر على الحارة بضحكوا لك، بضحكوا عليكي يا جدبة، أولاً أبو نورس. كمل. ليش سكتت؟ شو كمان؟ يا عفراء، أنت بتستفز الواحد بتطالعي أسوأ ما فيه. تعرف شو مشكلتي معك؟ ما في مشكلة، بس نحن اتنيناتنا أعصابنا تعبانة. لا في مشكلة. مشكلتي معك إنك ما زعلت ولا لحظة على بيت أبو نورس، مع إنه بيعتبرك واحد من أولاده. بس حضرتك ما همك غير مشروعك الموعود مع جمال. بتعرف إنك واحد ندل؟ بتعرفي إني رح آخذ الدكان غصب عنك؟ بشرت بنص خلقتك. معناتها بتنسي لي قصة جوازتك من هذا الحرامي ضياء. خلاص، ضياء أشرف منك. إذا مصرة تتجوزي لهذا الواطي، اوعك تحلمي إنك تسكني هون بالبيت. بدي قلعه برجلي، بدي قلعه. بدك تسكني بالبيت تتنازلي عن الدكان.